تترا سايكلين كبسول أبو 250. أيوة هذا شكله، هذا علاج بشري لكن يشتغل على الدجاج أو حمام أي الدواجن. تقدر تنطي على الدجاج، مثلا الدجاج هذا البالغ نطي واحدة الصبح واحدة بالليل، أما مثلا الطيور هاي أنا ما أفضل نطي واحدة كاملة، تحلهن على ماي والماي برا 12 ساعة، نشيل الماي نبدله. فأنت تفتح لك إذا تريد مثلا 5 كبسولات، إذا مثلا مجموعة كبيرة تفتحن على لتر مال ماي 12 ساعة نبدله، وبرا 12 ساعة نفتح الخمسة الباقية. هذا كلش حلو، يشتغل تنفسية، يشتغل أي شيء، فلونزا ما فلونزا، هيجي حرارة شوف عد الطير يقيح، هاي تنطيه لك كلش كافي. تترا سايكلين علاج بشري يشتغل حيواني.